تعالوا نشوف الناس قالت ايه عن عماد متعب واستبعاده في الفتره الاخيره، وبرضه في كلام اتقال انه عماد متعب هيبقى موجود في مباراه النادي الاهلي المقبله، مش دي اللي بعديها، نسمع ونشوف. هل تتوقع رحيل عماد متعب بعد الازمات الاخيره مع حسام البدري؟ بالنسبه لعماد متعب من اللعيبه اللي ادت النادي الاهلي كتير، فمتوقع ما اتوقعش انه عماد متعب لو هيسيب النادي الاهلي هيعتزل. هيرحل من النادي الاهلي، بس هيروح يلعب في انديه ثانيه. ان هو عماد متعب ده يعني قيمه ولسه عنده عطاء، وانا حاسس ان هو عايز يلعب وعايز يدي عطاء. ما اتوقعش ان عماد متعب يعني هيسيب النادي الاهلي، وفي نفس الوقت اتوقع ان هو حتى لو فكر يعني حسام البدري ادى قرار فني ان هو ما يكملش، اتوقع ان النادي الاهلي هيكون هياخده في منصب اداري او يمسكوا حاجه في الناشئين او حاجه زي كده. عماد متعب ابن النادي وما اتوقعش ان هو يمشي. لا اتوقع لا، لسه قدامه سنتين يأدي أفضل من عنده. لو كنت مكان عماد متعب، تحب إنه يعتزل في الأهلي؟ تحب تعتزل في الأهلي أم تنتقل فريق آخر؟ بصراحة هو المفروض عماد متعب كده يبقى في الأهلي أحسن، يختم حياته وبيختم تاريخه كله في الأهلي أفضل لما يروح أي فريق تاني. أنا عن نفسي زملكاوي، بس بحب عماد متعب وبتمنى له كل خير وكل ان هو يعتزل في الاهلي. والله لو انا مكان عماد متعب هو اكيد اول اختيار ليا هو النادي الاهلي في مصر، فلو انا عايز اعتزل فاعتزل في النادي الاهلي. لكن انا وجهه نظري الشخصيه ان متعب محتاج فرصه، الفرصه دي ممكن ياخدها في فريق خليجي مثلا، يعني عرفت ان الوكيل بتاعه ممكن يوفر له عرض في الكويت، قطر، في السعوديه، مش لازم فرقه كبيره، بس برضه يروح ويلعب. لا بالعكس، متعب قدامه لسه سنين، متعب لسه ما كملش 33 سنه، احنا عندنا حسام باولو في مصر 35 سنه وبيلعب وهداف الدوري سنتين. متعب اعتقد لو خد فرصه بجد لا هيلعب، اعتقد لو هو في مصر ينهي في النادي الاهلي. انا لو مكان عماد متعب انتقل لنادي اخر، لان عيب كرامه ليا لعماد متعب ان انت ازاي اقعد 4 سنين على الدكه، حاجه غريبه يعني. ازاي الراجل ده نزل مره في ماتش سيو سبورت جاب لهم الكونفدراليه. طبعا لو يعني اتمنى ان يكون عند عماد متعب واخباك كده قدر من الكرامه ان هو يترك هذا المكان لسبب واحد. تعالى عند النادي الاسماعيلي، تعالى عند نادي الزمالك عشان تثبت ان انت اخطر مهاجم في مصر. لا طبعا هنتقل لفريق تاني ومش هتسل نفسي، لان عماد متعب لعيب كبير قوي والمفروض ان هو يفكر جديا ان هو يتقل الزمالك. هياخد فرصته هناك، اعتقد ان هو ممكن يتالق، هو قدامه لسه سنتين، هو لسه ما كبرش قوي. اعتزل في النادي الاهلي ان ده بيتي اتربيت فيه وطلعت فيه، وانا على سني دوت مش هقدر ادي، كان في نجوم اكبر مني وافضل مني اعتزلوا في سنهم يعني كان ممكن يدي. فهو الحمد لله يعني كده على العمر اللي هو قضاه كده اشوفه. اعتزل في النادي الاهلي طبعا، فضل النادي الاهلي عليا وانا نجم من نجوم الاهلي وانا المفروض ابقى مثل ويحتذي بيه اللعيبه اللي اصغر مني يعني. وبقول له استحمل شويه ويجتهد في التمرين وان شاء الله هياخد فرصته. المهندس